بالنسبة للمواطنين استقبلوا ما قاله الوزير بسخرية كبيرة تزامنت مع توزيع حصة العدس المرصودة لرمضان على المواطنين في اليومين السابقين. مواطن من البصرة سجل هذا المقطع متهكما: ونعتذر مقدما لما ورد فيه من بعض التعابير والإيحاءات، وهذا غيظ من فيض من غضب المجتمع العراقي. أهلنا وناسنا الطيبين بمحافظة البصرة، اليوم أحب أبشركم الحكومة العراقية هسه قعدت منهم وقالت الوالدة طولنا كمية يا بشطوكم وحق الحسين الشهيد، واليوم خميس، قالت كل مواطن ربع كيلو عدس على مود شهر رمضان، مقبلين على شهر رمضان. شرفك يا وزير التجارة، عليك وعلى فلوسك وعلى فسادك يا سرسر، ربع كيلو عدس كل مواطن بصري بشرفك. بصرة تنتج آلاف المؤلفة من مليارات ونقل وأموال، تعطيها ربع كيلو عدس كل مواطن بصري؟ ليش؟ عاد الزوية صار لك سنة اجيت، شنو قدمت انت للبلد؟ رئيس الوزراء وانت محمد الحلبوسي تجتمع وتصوت وتريد أموال حصانة المجلس النواب زيد رواتبهم، تعطي ربع كيلو عدس للمواطن؟ الله لا يوفقكم بحق الحسين، الله يهجمكم بجاء شهر رمضان. بشرفكم كل مواطن شريف على هاي الحكومة الله يهلكه بشهر رمضان، أول يوم يصومونه ادعوا عليهم بسبب العدس.